مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار نواكشوط. ونناقش لهذه الليلة موضوعا مستجدا على الساحة الوطنية والدولية. يتعلق موضوعنا لهذه الليلة بالمحاماة، ضمير الأمة. أية أمة؟ المحامي أينما كان ليس سوى أداة تسعى وراء الحرية وتعمل على تجسيد العدالة، كما تعمل على تحسين قطاع العدالة والمواطنة والنهوض بحقوق الإنسان. المحامي هو ضمير الأمة. حين الحديث عن القيم حقوق الإنسان، وهو مطور القانون والعامل به، والعامل أيضا على حماية المواطنين من الجور ومن الظلم والعسف. على الصعيد العملي، جسد العديد من المحامين قناعاتهم وحولوها إلى واقع. ومن ضمن هؤلاء بيتر بينسون، مؤسس منظمة العفو الدولية. وكان لهيئات المحاماة دور حاسم في ترقية العمل الحقوقي، ومن ضمنها نذكر المسابقة الدولية لمناصرة حقوق الإنسان في موريتانيا، التي تقوم برعايتها السفارة الفرنسية ووزارة العدل، وكذلك السلك الوطني للمحامين والمعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلم. بينما يكون المحامي هو قوامها وعمادها والعامل على رفعتها والمساهم في مسابقاتها وفي أيضا تحسين قدرات وخبرات بقية زملائه في المجال. لهذا الموضوع أناقش الليلة موضوع المرافعات، المسابقة الدولية للمرافعات، على ضوء تنظيم واكشوط واحتضان واكشوط لمسابقة دولية لمناصرة حقوق الإنسان في موريتانيا. وقد شرفنا لحضور هذه الحلقة السادة المحامون السيد محمد الأستاذ محمد السفاح، وهو محام لدى المحاكم الموريتانية وعضو في مجلس الهيئة. أهلا وسهلا محمد. وكذلك معي الليلة الأستاذة بشرى كوش، وهي من هيئة المحامين التونسيين، وهي محامية مهتمة بالجوانب المتعلقة بحماية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم أينما كانوا. ومعي كذلك الأستاذة منى بوسنينة. أهلا منى بوسنينة، وهي من هيئة المحامين بالقدس الشريف. أهلا وسهلا منى، وأهلا وسهلا بفلسطين في نواكشوط. منى بوسنينة مهتمة ومختصة في قضايا الدفاع عن حقوق الأطفال. أهلا وسهلا بكم جميعا. سوف نبدأ الحديث بداية بالأستاذ المحامي محمد ولد السفاح. محمد، ما هي الأوضاع المقلقة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العام عربيا وعلى الصعيد الخاص موريتانيا؟ شكرا. أولا أشكركم على هذه الاستضافة، وأرحب بزميلتي العزيزتين اللتين قدمتا من تونس ومن فلسطين الحبيبة من أجل المشاركة في هذه المسابقة الدولية للمرافعات التي تبدأ يوم الأربعاء القادم في قصر المؤتمرات. سنصل إليها في محور. وإجابة على سؤالكم، الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان ما هو مقلق لها فيها؟ أظن بل أجزم أنه الكثير. نحن ما زلنا في بداية الطريق من أجل إقامة عدالة حقيقية ترعى حقوق الإنسان وتهتم به. قطعت خطوات هامة، ولكن ما زلنا في بداية الطريق، نتطلع إلى المزيد، وهذا ما نصب إليه، وهذا ما تصب إليه الهيئة الوطنية للمحامين دائما، باعتبارها تهتم بحقوق الإنسان، باعتبارها تناضل من أجل إقامة هذه الحقوق، باعتبارها تقوم إلى جانب دائما المستضعفين والمهمشين ومن لا لسان لهم، فهي دائما واقفة إلى جانبه. جيد هذا التلخيص محمد ولد السفاح. الأستاذة
بشرى كوش، أنت مهتمة كما أسلفت بالجوانب المتعلقة بحقوق المهاجرين وبحمايتهم، ما هي تلك الجوانب التي ترين أن تونس الآن تعاني منها وهي الأكثر يعني ظهورا على الساحة الدولية والتونسية بصفة خاصة؟ يعني شكرا، أولا شكرا، يعني نشكرك على الاستضافة الجميلة. شكرا. بالنسبة لموضوع المهاجرين، خاطر في عديد الأصناف من المهاجرين. لما نحكي عن المهاجرين، في المهاجرين الشرعيين، في المهاجرين الغير شرعيين، في المهاجرين القُصّر العزل، يعني في أصناف وأصناف. لما نجي نحكي على موضوع المهاجرين وحماية المهاجرين، يعني بالنسبة لتونس فيه الطلبة يعني يكونوا من جنوب إفريقيا، من إفريقيا السوداء، إفريقيا السمراء، اللي يدرسوا يزاولوا تعليمهم، يعني التعليم الجامعي بتاعهم بتونس. في عديد القوانين المنظمة لدخول الأجانب على التراب التونسي وإقامة الأجانب على التراب التونسي، وهنا فما إشكاليات تتعلق خاصة بإقامة هؤلاء الطلبة معناها على التراب التونسي، يعني في الحصول على بطاقة الإقامة وغيره. بالنسبة للشأن الدولي، لأنه الشأن الدولي أثر أيضا عن الشأن الوطني، يعني الجمهورية التونسية. ليش؟ لأنه في العديد من اللاجئين من عديد الجنسيات، خاصة الجنسية السورية والجنسية الليبية، خاصة يعني مع الأوضاع ومع الثورة الليبية ومع يعني الأوضاع الثورة في سوريا إلى غير ذلك. وشو وضعهم وشو يعني في حمايه فعليه ولا ما في؟ فعلا تونس يعني هي صادقت على اتفاقيه جنيف لحمايه اللاجئين لسنه 51، منذ سنه 57 1957، لكن الى حد تاريخ اليوم هنالك فراغ تشريعي على المستوى الوطني، يعني ما في قانون وطني وضعي وطني يحمي اللاجئين. يعني هذا كمان يعني ممكن في إشكالية ثالثة يمكن طرحها، وهي إشكالية الاتجار بالبشر. تونس هي أيضا من الدول التي قامت بالمصادقة على اتفاقية مناهضة يعني الاتجار بالبشر، بس إلى حد تاريخ هذه الساعة لا يوجد يعني قانون وطني ينظم هذه الحالات أو جرم هذه الحالات. واضح. سوف تحول الحديث إلى الأستاذة منى بوسنينة. الحديث مع منى بوسنينة لا أعرف كيف أبدأ به، هل هو حديث حقوقي عن تجاوزات وخروقات وتعسفات وأنت تعيشين كل هذا أكيد، ولكننا أيضا والمشاهدون كذلك يقولون أو مهتمون على الأكثر بالجانب التخصص الأحداث والأطفال من بين كل هذه التجاوزات التي تعيشينها، لماذا؟ أكيد أنا يعني فعليا مهتمة بغض النظر على الانتهاكات اللي بتعرض لها الإنسان الفلسطيني بشكل يومي. أنا مهتمة منذ سنوات عدة بالعمل في مجال حقوق الطفل في كافة المجالات، سواء الطفل ضحية العنف المجتمعي بكافة أشكاله، ضحية الاستغلال، أو الطفل الذي هو في خلاف مع القانون أو الحدث. مهتمة بهذا المجال وكتبت يعني مرافعات أيضا في هذا المجال. بداية عملي كانت مع الأطفال ضحايا العنف في المجتمع والإهمال والاستغلال. عملت لعدة سنوات في هذا المجال. طبعا مناطق عملي كانت تغطي مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، رام الله، بيت لحم، من الخليل إلى آخره، نابلس، من مناطق الضفة الغربية. طبعا كان آلية العمل هي رصد الانتهاكات اللي بتعرض لها الأطفال في هاي المناطق للوصول في النهاية لتحسين أوضاع هؤلاء الأطفال، والرقي أيضا في بالتشريعات اللي بتوضعها السلطة الوطنية الفلسطينية والمضي قدما في تحسين وضع الطفل الفلسطيني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. فيما بعد تخصصت في العمل في مجال عدالة الأحداث، وطبعا الطفل سواء طفل في خلاف مع القانون أو الطفل ضحية العنف في المجتمع هو في النهاية طفل، حتى الطفل في خلاف مع القانون هو يعني نتيجة العمل لسنوات، يعني أنت بتجد أنه هو بالآخر هو ضحية، هو أيضا ضحية لعنف مجتمعي، هو ما اتجه لمخالفة القانون إلا لأنه كان في عنده ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة. يعني في معظم الحالات اللي كنا نشتغل فيها كنا نلاقي أنه الطفل اللي في خلاف مع القانون هو أيضا في النهاية ضحية لظروف اجتماعية واقتصادية.
طبعا حاليا انا كمان بشتغل كخبيره في مجال عداله الاحداث بالتعاون مع مركز التعليم المستمر التابع لجامعه بير زيت، وبالتعاون مع ايضا الاتحاد الاوروبي هيومن داينامكس. الهدف من المشروع اللي احنا عم نشتغل فيه حاليا هو ايجاد نظام عداله للاحداث في فلسطين فعال ومجدي ومتكامل، يمنح هدول الاطفال كافه حقوقهم، نظام يكون متخصص فقط لهدول الاطفال. فهذا هو الهدف من العمل في هذا المشروع. استاذ محمد، هناك حديث عن التخصص، اين موريتانيا والعداله في موريتانيا من التخصص، واين ايضا المحامون من هذا الجانب؟ هنالك اشكال يتم ادارته بين الفئه والاخرى يتعلق بالتخصص لدى المحامين الموريتانيين. غالبا ما يكون مكتب المحاماه حامل لكل الهموم وكل الملفات وكل القضايا، هنالك قضايا الموانئ والبحار الى جانب القضايا الاحوال الشخصيه والقانون التجاري الى جانب الاداري الى اخره. لماذا لا تكون هنالك رعاية رسمية من الهيئة التي أنتم تمثلونها لجانب التخصص في الحياة المهنية عندكم؟ شكرا. على كل حال، التخصص في الفيلا كلمة مطروحة، التخصص لم يكن مراعا على بالاعتبارات المعروفة دوليا، ومع ذلك هنالك محامون متخصصون في القانون التجاري، هنالك متخصصون في قانون الأعمال، هنالك متخصصون في القانون العقاري، القانون الإداري. التخصص موجود، وإن كان لا تجد أستاذ محامي يعني يعمل تخصصا في مادة معينة، ولكنه يعرف القانون الإداري والقانون التجاري والقانون الإداري، وهذا ليس على حساب معرفته وخبرته في القوانين الأخرى. فعلا نجد في الدول العربية وبعض الدول الأخرى أن هنالك مكتبا للمحاماة متخصصا في مجال معين، ولا يمكن ولا يأخذ القضايا. سنصل إلى هذه المرحلة، ولكن الآن الهيئة الوطنية للمحامين في عقدها الرابع ربما، وليس من الوارد مقارنتها بالمحاماة في الدول الأخرى التي لها تاريخ عريق ولا تمر بعد قرنين أو اثنين، يعني لها تاريخ عريق. طيب، نحن الآن في البداية وسيكون لنا هذا التخصص، وهذاك اللي في الحال ليس على حساب خبرة المحامي الموريتاني، فهو يتقن مهنته ويعمل على يعمل بشكل جيد. طيب، هل رصدت الهيئة خلال العام الفارط والعام الحالي أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يمكن الاستفادة منها كتجربة في المسابقة الحالية؟ على كل حال، ما تم رصده ربما يتجسد في المرافعات، وهنالك زميل على الأقل من المحامين الموريتانيين. لا، سنتي مشارك. لا، نعم. والخروقات تسجل دائما وتندد بها الهيئة في حينها. لا، نعم، ندرك أنكم تسجلون الخروقات لأن حياتكم مبنية، حياتكم المهنية مبنية على الخروقات وأيضا هذه، ولكن يعني الانتهاكات فيما يخص الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان. أقول لك بأنه دائما تقع بعض الانتهاكات في سجوني. من الانتهاكات التي تقع جمع سجناء في عنابر لا تتسع لهم، من الانتهاكات التي تقع تعذيب يقع على بعض السجناء في داخل زنزاناتهم من أجل خلافات بعد خلافات مع الحرس. وفي هذا الإطار الهيئة الوطنية للمحامين دائما تطالب بإبعاد الحرس بمفهومه الحالي عن السجون، وأن تكون هنالك هيئة خاصة مكونة تكوينا خاصا كما هو على غرار ما هو واقع في بعض الدول، وأن تكون الشرطة والحرس والدرك على مسافة من السجون. تقع انتهاكات وتندد به الهيئة دائما، يتعامل معها بعض الأحيان، يتم التغاضي عنها بعض الأحيان. واضح. ونحن في دولة على كل حال تخطو هي الأخرى خطوات الأولى من أجل أن تكون هنالك حقوق إنسان وعدل. الأستاذة بشرى الكوش، الحديث عن المحاماة يجرنا إلى الحديث عن التجربة التونسية في مجال تمهين المحاماة، وفي أيضا مجال تشبيك المحامين فيما بينهم والاستفادة من التجارب. ما هي أبرز ملامح التجربة التونسية في مجال المهنة، مهنة المحاماة؟
يعني يمكن تعيد السؤال بطريقة ثانية؟ بالضبط. هنالك الحديث الآن يدور حول مهنة المحاماة في الدول التي تشارك في هذه المسابقة. نريد أن نستفيد من التجربة التونسية في مجال تمهين أو على الأقل تحسين خبرات المحامين التوانسة. يعني نريد أن ببساطة أن نكتشف ملامح تلك التجربة. يعني على المستوى الوطني حاليا الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تقوم دائما يعني بدورات تكوينية للمحامين الشبان والمحامين بصفة عامة، لكن خاصة يصب اهتمام الهيئة الوطنية على تكوين محامين الشبان، وفي دورات كمان يعني في مجالات متخصصة مثل المجال التجاري ولا الشركات يعني حسب ما نحس، انا نحس اللي احنا قاعدين ماشيين الى مجال التخصص. وكمان يعني في دورات يعني مستمرة متواصلة يعني على طول يعني على طول السنة، ومحاضرات ختم التمرين فيها تحضير كمان يعني المحامي لازم يحضر موضوع معين ويلقيه. واضح. بما يخص منى الحديث عن الذن المحاماة في ظل الاحتلال وفي ظل التقطيع الإجباري لمناطق السلطة الفلسطينية يجرنا الحديث، كيف تؤدون مهامكم في ظل وضع معقد كهذا؟ يعني في ظل الوضع اللي احنا فيه نقابة المحامين الفلسطينيين طبعا بتشتغل كتير منيح على تحسين مهنة المحاماة، لأنه صار في عدد لا بأس به من المحامين والمحاميات الفلسطينيين. فالتأهيل المحامي بيتم في عدة بمر بعدة مراحل زي يمكن باقي البلدان، يعني بداية من تدريب سنتين بمر فيه المحامي، امتحان كتابي شفوي، بحث أيضا يجب أن يقدمه، وفيما بعد عندما يأخذ إجازة المحاماة ويقوم بتأدية اليمين فيما بعد يمر أيضا بعدة دورات. المحامي المزاول أيضا يأخذ عدد من الدورات، والمحامي المتدرب لابد أنه كمان يمر في عدد من الدورات حتى باستمرار يظل على تواصل مع المهنة. وحتى المحامي المزاول يعني لازم يأخذ عدد من الدورات المتخصصة في كل مجالات القانون، إجراءات جزائية، قانون تجاري، قانون مدني إلى آخره من الدورات. سوف أيضا نتحول الآن إلى موضوع المسابقة. والمسابقة حسب المؤتمر الصحفي الذي حضرته صباح اليوم هذه السنة الثالثة، هي الطبعة الثالثة. كيف تم تصور هذه المسابقة؟ من هم الشركاء؟ هل يمكن أن يستفيد المحامون الموريتانيون أكثر من تجربة كهذه؟ المسابقة تنظم من قبل الهيئة الوطنية للمحامين والمعهد الدولي لحماية حقوق الإنسان والسلم بكان فرنسا، بدعم من السفارة الفرنسية وبرعاية من وزارة العدل في موريتانيا. فعلا هذه النسخة الثالثة، نظمت النسخة الأولى سنة 2014، النسخة الثانية نظمت هنا سنة 2014، وهذه النسخة الثالثة. وهناك اهتمام بها لأن المشاركين هذه السنة بلغوا 22 مشارك، ولكن الاعتبارات التنظيمية تم الإبقاء على 9 مشاركين هم الذين سيتنافسوا يوم الأربعاء القادم. نظمت النسخة الأولى بالسفارة الفرنسية، النسخة الثانية تم تنظيمها بقصر العدالة، وهذه السنة تنظم بقصر المؤتمرات. يعني هناك اهتمام رسمي بهذه المسابقة. هذه المسابقة لها أهمية كبيرة لأنها تعمل على أن تبرز الجانب الخطابي للمحامي، قدرة المحامي على الترافع أمام زملائه وأمام الجمهور، وأيضا تهتم يكون الموضوع من الشروط المسابقة أن يكون أن يتناول الموضوع المقدم يكون يتعلق بموضوع من حقوق الإنسان، وأن تكون التجربة لم يعني الموضوع يتعلق بقضية لم يمضي عليها أكثر من 3 سنوات. والنسخة الأولى هنا نظمت هنا بنواكشوط بطبيعة الحال، وكانت الجائزة عند زميل موريتاني أستاذ يوسف عبد الله. النسخة الثانية كانت الجائزة عند زميلنا من سوريا. نعم. وأظن أن لها مستقبلا
واعدا وسيتم الاهتمام بها مستقبلا حتى تكون على غرار ما يتم تنظيمه دوليا من مسابقات. أكيد أن المسابقة في نسختها الأولى كانت من نصيب الأستاذ المحامي يوسف ولد عبد الله من موريتانيا، وفي نسختها الثانية كانت أيضا من نصيب الأستاذ عابدين أزولي من سوريا. في نسختها الثالثة هنالك 9 مشاركين موريتاني ومغربي وسويسري وفلسطينية وتونسية، الحمد لله معنا الآن، وتونسية هناك جزائري وهنالك بوركينابي وفرنسيتان. سوف أكيد أقول في فلسطينية وتونسية، لا يمكن أن نتجاوز. أنا لفت انتباهي الحضور الطاغي لعنصر المرأة في المسابقة. أستاذة بشرى، ظهور المرأة المحامية والمرأة المترافعة أمام القضاء، هل تقبلته الشعوب العربية والإسلامية هكذا جرعة واحدة؟ والله ما بعرف بالنسبة لكامل الشعوب الإسلامية العربية، بس يعني يمكن في تونس أنت تعرفين بالطبع، يعني راح أحكي يعني على التجربة التونسية. يمكن الشعب التونسي مقارنة ببقية الشعوب العربية الإسلامية يعني عنده ميزة خاصة. ليش؟ لأن المرأة التونسية هي فعلا هي مو فقط نصف المجتمع، المرأة التونسية هي كل المجتمع، هي الأم، هي الأخت، هي الحبيبة، هي المعلمة، هي الأستاذة، هي المحامية، هي الطبيبة. وكانت المرأة التونسية سباقة في كل المجالات. عنا أول يعني طيارة في العالم العربي هي تونسية، أول محامية هي تونسية. يعني وكمان يعني حتى يعني في المحاكم التونسية الأغلب يعني عنا عدد كبير ونسبة هامة من القضاة يعني والسادة رؤساء المحاكم اللي يكونوا من جنس الإناث، يعني نساء تونسيات. يعني المرأة التونسية ما شاء الله أخذت دورها في الحمد لله في قيادة المجتمعات العربية هكذا. للأستاذة منى بوسنينة أيضا، الحديث يجرنا إلى المسابقة الدولية لمناصرة حقوق الإنسان. هنا هل هنالك نماذج؟ هل عندك تجارب فيما يخص هذه الجوانب المتعلقة بالمسابقات الدولية لحقوق الإنسان؟ فيما يتعلق بهذه المسابقة، هي تنظم على غرارها وأيضا بتنظيم المعهد الدولي لقضايا السلام وحقوق الإنسان في فرنسا، تنظم على غرارها في القدس أيضا، في جامعة القدس منذ 10 سنوات. شاركت أنا في المسابقة بعام 2011 أيضا وأخذت الجائزة الأولى، وشاركت أيضا في بال 2014 برضه وبرضه أخذت الجائزة الأولى. ما شاء الله. وطبعا كلها كانت قضايا تخص حقوق الطفل. في 2011 كانت القضية حول إطفالات ذوات الإعاقة الذهنية اللي كانوا يتعرضوا لانتهاكات جسيمة بحق سلامتهم الجسدية. في 2014 كان موضوعي حول عدالة الأحداث والانتهاكات اللي بتعرضوا لها أثناء التوقيف وأثناء المحاكمة وعدم وجود محاكم مختصة لإلهم. فكان لي تجربة يعني منيحة في هذا المجال وإن شاء الله خير. يعطيك الخير. الأستاذ محمد سوف يتحول مباشرة للحديث حول الخروقات. نحن نتحدث عن مجتمع موريتاني تكثر فيه الخروقات والتعسفات والانتهاكات. ماذا أمام رجل القانون الموريتاني ليقدمه في مسابقة كهذه؟ يعني هنا هذا رجل القانون يقدم مرافعة. نعم. من أي صنف وبأي وتصب في أي قالب؟ المشاركة التي ستقدم أم التي ستقدم والتي قدمت في السابق؟ يعني بالنسبة للمشاركة ما ستقدم لن أتكلم عنه، لأنه أنتم هذا سر لا المسابقة. ولكن المرافعة التي أخذ الجائزة الأولى تتعلق بسجناء غوانتنامو. يوسف عبد الله أخذ الموضوع، كان موضوع جيد وبالفعل أخذ الجائزة الأولى وكانت مرافعته جيدة جدا وأعطاته لجنة التحكيم. زميلي الذي المشارك موريتانيا مرافعته مرافعة جيدة هي الأخرى وجيدة مرافعات الزميلتي التي معي، لأني أنا كنت من ضمن لجنة عملت على فرز المرافعات التي سيتم تقديمها. وعلى كل حال ما على المحامي الموريتاني تقديمه في هذا المجال أظنه الكثير،
يكفيه أنه المحامي هو مناصر المظلوم، وهو أرجع فقط إلى بعض السؤال لم تفتح لي الفرصة لجاوب عليه ما يتعلق بالخروقات. نحن يقع هنا أي الخروقات؟ السؤال قبل هذا أم هذا السؤال؟ قبل يعني الخروقات التي سجلتها الهيئة، تسجل الهيئة دائما ما تسجل الهيئة أن تحويل سجناء من قاضيهم الطبيعي إلى مكان آخر هذا خرق للقانون ومن الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان. احنا عندنا وانا عضو في اللفيف المدافع عن برام والدافع لبيد وجماعة الهلال، يعني تحويلهم الى ألاك يعني خرق لحقوق الإنسان، لأن محكمة الاستئناف في نواكشوط وهم في عهدة محكمة الاستئناف يتعين أن يكونوا في نواكشوط أو يبقى عليهم في روسو التابع لنواكشوط، أما ألاك فهي محكمة أخرى ومحكمة استئناف أخرى، وليس بالإمكان أن يكون هنالك يقبع سجين في سجن في محكمة خارج دائرة دائرتها. وماذا بشأن بقية الخروقات؟ يعني لا توجد خروقات أكثر من هذا؟ توجد خروقات، ولكن تعدادها الآن ربما فقط أمثلة للمشاهد حتى نحترم عقل هذا المشاهد ونعطيه الصورة الحية عن ما يجري في البلد. على كل حال ما هنالك الكثير، هنالك الكثير مما خروقات تسجل يوميا تقدم يوميا يتم ترتيبها. طيب الخروقات تجرنا إلى موضوع الهجرة واللجوء لبشرى خبرة في فرنسا مع منظمة فرنسا أرض اللجوء، هكذا حدثتني قبل اللقاء، وحدثتني أيضا عن تجربتك في هذا الإطار. كيف أصبحت هكذا مهتمين بحالات اللجوء وبحالات الهجرة من بين آلاف ربما الخروقات والتعسفات في تونس؟ يعني أنت بتعرف المثل يقول لك رب صدفة خير من ألف ميعاد. يعني كان أنا تطلعي على هذا، يعني على هذا المجال في بالذات من باب الصدفة. يعني تعرفت على أشخاص سوريين وتم توقيفهم من أجل اجتياز الحدود خلصة، وبعدين يعني أنا تطوعت على أساس أن يكون يعني محامية متطوعة على أساس أني أتبنى يعني قضيتهم، وفعلا يعني تواترت الأحداث بسرعة غريبة وتعرفت على المنظمة وعرفت شو النشاط اللي تشتغل فيها، وانخرطت في المنظمة واشتغلت معهم. يعني على يعني من بين المسائل اللي اشتغلنا فيها هي مسألة اللاجئين، بالخصوص يعني اللاجئين السوريين أو اللاجئين من الجنسية الليبية. وبعدين تطورت الأحداث يعني شوي شوي. يعني لأنه بالنسبة للمنطقة اللي أنا أشتغل فيها بالأساس اللي هي منطقة نابل، ما في يعني كثير من اللاجئين يعني، وما يتم توقيفهم لأنه القانون التونسي بالنسبة للقانون الجزائي بالنسبة يعني جريمة اجتياز الحدود خلصة تكون المحكمة المختصة اللي يتم فيها التقاط الشخص بين قوسين المجرم اللي هو في نظري أنا ما هو مجرم، هو ضحية يعني مرتين، ضحية الاعتداءات اللي صايرة في بلده وضحية للقانون الوضعي الموجود في تونس اللي ما يحميه، يعني رغم أنه يعني لاجئ عنده صفة لاجئ في المنطقة. يعني فما مناطق معينة اللي تنظر فيها المحاكم في القضايا من نوع هذه، الأماكن أغلبيتها يا إما تكون مناطق الحدودية أو العاصمة، يعني تونس العاصمة. واضح. وبعدين يعني تبنيت القضية هذه، ومن القضية هذه خلتني يعني فتحت لي الباب إني نتعرف على يعني على هالعالم الشاسع اللي هو حق اللجوء، وكيف يعني كيف أنا من مكاني كمحامية يعني نساهم في تكريس يعني الاتفاقية الدولية والاتفاقية الدولية والحقوق والمبادئ العالمية، وكيف يعني نحاولوا ان نعاونوا في تطوير القانون التونسي. وحاليا فعلا يعني هنالك يعني الهيئة الوطنية قاعدين يشتغلوا على مشروع قانون اللجوء، ويحاولوا يعوضوا يعني الأشتياخ اللي هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعني بسلطة محلية تحل محلها وتنظر هي في مطالب اللجوء. واضح.
منى، الحديث أيضا عن التجربة الشخصية لك أنت في مجال رعاية وحماية الأطفال في مناطق السلطة الفلسطينية، كيف وجدت نفسك هكذا تدافعين عن حقوق الطفل؟ يعني بداية يمكن بعد ما أنهيت دراستي الجامعية البي اي وأكملت تدريبي، وجدت أني أنا مهتمة بحقوق الإنسان بشكل عام، فتوجهت للعمل الماجستير في مجال حقوق الإنسان. أكملت دراسة الماجستير، وفيما بعد يعني كان في مؤسسة اللي هي الحركة العالمية لدفاع الأطفال بتعنى بحقوق الأطفال في فلسطين، وكان لي في صديقة فيها وقلت لها أني أنا حابة أتطوع حتى يعني على القرب أمارس العمل في مجال حقوق الإنسان، وبالفعل بدأت أيضا كمتطوعة لكم من شهر، وفيما بعد تطور عملي كمحامية في منطقة الجنوب بيت لحم والخليل، وفيما بعد تطور العمل إلى مديرة لوحدة عدالة الأطفال اللي كانت بتهتم، اللي هي جزء طبعا من الحركة العالمية لدفاع عن الأطفال، واللي كانت تهتم بالأطفال ضحايا العنف المجتمعي والإهمال والاستغلال، وأيضا الأطفال في خلاف مع القانون. في بعد عمل لسنوات في الحركة العالمية تركته واتجهت لتكريس العمل كمتخصصة وخبيرة في هذا المجال. عملت مع وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية لصياغة نظام تحويل منبثق عن مشروع قانون الأحداث الفلسطيني، كنت أيضا عضو في لجنة صياغة مشروع قانون الأحداث الفلسطيني. فيما بعد توجهت للعمل كخبيرة في مجال عدالة الأحداث تحديدا. واضح. الحديث أيضا عن التجربة الخاصة بموريتانيا تجرنا للحديث عن فرز محامي واحد من موريتانيا، كيف تم هذا؟ لماذا بالضبط هذا المحامي الآن؟ هل هنالك مسابقة داخلية؟ ما هي ظروف تلك المسابقة؟ أيضا كيف يضمن المشاركون في المسابقة اليوم أو بعد غد نزاهة لجنة التحكيم؟ على كل حال بالنسبة للمشارك الموريتاني المشاركة مفتوحة أمام كافة الزملاء، تقدم زميل أو اثنان وتم الإبقاء على مرافعة واحد من ضمن الفرز الذي تقوم به اللجنة التي أهدى لها بفرز المرافعات، وكان بودنا أن يكون هنالك أكثر من مشارك من موريتانيا كما كان يقع دائما، ولكن هذا اختيار عند الزملاء. البعض يظن هناك تصور عن بعض الزملاء أنه لا يمكن أن يشارك إلا المحامي الشباب، وهذا تصور ليس على وجاهته، لأن المشاركة مفتوحة، ليس هناك سن معين خاصة بالنسبة للنظام الأساسي للمسابقة حسب المعهد الدولي الذي تقدم بالمسابقة أصلا. ما يضمن نزاهة المسابقة؟ يعني هناك لجنة تحكيم تتوسم فيها الكثير من النزاهة، يرأسها أستاذ معروف أستاذ أحمد بن باهو الحامد، الرئيس الحالي للأمين العام السابق للمحكمة العليا والرئيس الحالي للجنة الوطنية للمسابقات، وهو قانوني وحقوقي معروف له خبرة في المجال. هنالك أعضاء دوليون منهم السيد رافائيل مالارا والأستاذ تشارد سيديو والسيدة مارتا ألونسا، هنالك أساتذة من أعضاء موريتانيون منهم الأستاذ ميول عبد الله محامي معروف، الأستاذ العيد بن محمد دن أستاذ معروف شاب، والسيدة خاتمة المحام من المجتمع المدني لها خبرة أيضا هي في هذا المجال. أعتبر أن هذه اللجنة وهي عضو في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو لجنة حقوق الإنسان نعم فعلا، وهذه اللجنة متكافئة لها خبرة، وستفرز بالطبع من له الحق في أن يكون هو الفائز إن شاء الله، وسيفوز من يستحق الفوز إن شاء الله. واضح. سوف أعود أيضا إلى بشرى للحديث عن ما تسميه بشرى بمخاطر الترحيل التي يتعرض لها اللاجئون من الدول الإفريقية جنوب الصحراء، إفريقية من جنوب الصحراء أو بين قوسين إفريقيا السوداء والسمراء. ما هي أبرز ملامح
المخاطر التي تواجه الطلبة لا فارق في تونس رغم أنهم قدموا إلى تونس للدراسة. هل هنالك أيضا مخاطر تتعلق بهذا المجال ربما قد ينالوا منها موريتانيون مقيمون عندكم نصيب؟ بالنسبة للطلبة الأجانب الموجودين في تونس يجب بدء التمييز بين الطلبة الذين يأتون من مناطق متعاقدة مع تونس ضمن اتفاقيات دولية تمنحهم يعني مثلا حق الدخول إلى تونس بدون تأشيرة لمدة 90 يوم يعني 3 أشهر، في اتفاقيات يعني مثلا أيضا مع بلدان الدول العربي دول المغرب العربي عفوا، يعني هما الطلبة هؤلاء الطلبة لهم أفضلية مقارنة مع باقي الطلبة الأجانب. باقي الطلبة الأجانب، ولما نتحدث عن الطلبة الأجانب نتحدث غالبية الوقت عن طلبة يعني إفريقيا السمراء أو المغرب العربي. يعني الطلبة من المغرب العربي الكبير هم مفضلون بالنسبة يعني على المستوى القانوني على بقية الطلبة الأجانب، هذه من ناحية أولى لأنه يعني يتمتعوا يعني بدخول بدون تأشيرة بمدة أطول البقاء في تونس إلى آخره، وكثير معناه من التسهيلات بالنسبة يعني المغرب العربي الكبير. بالنسبة لبقية الطلبة يعني في عديد الإشكاليات، من بينها أنك إذا راح تبقى في تونس أكثر من 90 يوم هي 3 أشهر، أكثر من 3 أشهر والشهر يعني 30 يوم يعني تحسب باليوم، لهنا لازم تتقدم بمطلب للحصول على بطاقة إقامة. بس لما تفوت الأجال وما تتحصل على بطاقة إقامة تصبح هنا وجودك على التراب التونسي هو وجود غير شرعي، يتأتى عنه دي بيناليتي دو روتار، معناها يعني عقوبات جزائية، عقوبات مالية، خطايا تأخير. والخطايا التأخير يعني خاصة يعني احنا في تونس تزاد كل يوم بعد اليوم اذا يعني ما يعني ما في فرق بين اليوم والاسبوع، لو عديت يوم بركة يحتسب كأنه اسبوع وتدفع يعني تدفع تدفع المال. ثم انه يعني لو الشرطة تمسك هؤلاء الطلبة اللي يكونوا في يعني ما عنده يعني ما يثبت انه عنده يعني بطاقة اقامة يتم وضعه في مركز ايواء، هو منه سجن يعني بس مركز إيواء يعني ما عنده حرية التنقل الشخص مقيد. هذا مقيد وبعدين يتم ترحيله على بلد الأم. يعني فما خطورة كبيرة لأنه إذا يكون طالب ويزاول تعليمه يعني يمكن يعني فما خطر أنه ينقطع على التعليم متاعه ويخرج من خارج يعني من خارج تونس يرجع على بلد الأم. فما أنه في خطر ثاني يعني في إمكانية أني خاطر تونس هي صاحبة سيادة على كامل يعني الإقليم التونسي طبعا، في إمكانية للسلطات التونسية أنه تمنعه من العودة إلى تونس مرة ثانية. ليش؟ لأنه خالف القانون ومحترم القانون مرة أولى وتم ترحيله يعني عن برات البلد. واضح، هذا من بين يعني واضح. من بين المشاكل، بس المشاكل متعدة. في مشكل قانوني أيضا، مثلا أنهم يطلبوا من الطلبة أنهم يجدوا يتقدموا مطلب الإقامة قبل يعني الإجراءات لازم تكون آخر أجل في 15 من شهر سبتمبر. ومن بين الأوراق المطلوبة يعني حتى يقدمها الطالب حتى يثبت صفته كطالب، لأنه الإقامة تعطى حسب الصفة، طالب عامل متزوج بتونسية أو متزوجة بتونسي إلى آخره، أنت وسبب إقامتك. يعني لازم تبرر للسلطات التونسية أنك موجود على التراب التونسي وفي سبب شرعي لإقامتك في تونس. لكن القانون مش منسق، ليش؟ لأنهم يطلبوا منهم أنه قبل 15 سبتمبر قبله بشهر يتقدموا بالأوراق، ومن بين الأوراق المؤيدة هي الانسكريبسيون معناها التسجيل بالكلية. بس الكليات أغلبية هؤلاء الطلبة يزاولون تعليمهم بكليات خاصة، والتعليم بالكليات الخاصة يبتدي بعد شهر سبتمبر. يعني هنا في استحالة مادية، يعني أنت تطلب مني أني نقدم لك ورقة لكن ما عندي هاي الورقة، ونكون ضرورة في وضعية غير شرعية، مش إرادة مني لكن يعني لأن القانون مش متطابق مع الواقع يعني والأجال مش متطابقة. واضح واضح، الله يلطف بكافة الطلبة في تونس. منى، الحديث عن الأطفال الجانحين أو الأطفال المتنازعين مع القانون في فلسطين، ما هي أبرز ملامح هذا النزاع؟ يعني نقدر نحكي إنه في جهود لا بأس بها،
في سبيل تحسين موضوع عدالة الأطفال وعدالة الأحداث في فلسطين. لكن المشكلة وين؟ المشكلة إنه هاي الجهود مش متكاملة كما يجب، مش ما في تنسيق وتشبيك كما يجب بين هاي المؤسسات. يعني على سبيل المثال وزارة الشؤون الاجتماعية تشتغل اشتغلت مثلا على مشروع قانون الأحداث، وزارة العدل اشتغلت على مشروع المساعدة القانونية، وزارة التربية والتعليم اشتغلت على موضوع سياسة الحد من العنف في المدارس، لكن ما في هذاك التنسيق بين هاي المؤسسات للنهوض بواقع هدول الأطفال. بالمجمل زي ما حكيت لك في جهود منيحة، في تم تشكيل اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث بقرار من مجلس الوزراء في عام 2010. هاي اللجنة الوطنية بتتكون من كل هاي المؤسسات اللي ذكرتها، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم إلى آخره، من المؤسسات اللي ممكن يكون في بينها وبين الطفل احتكاك. بس بالجانب الآخر على أرض الواقع، وبما أني أنا يعني مارست الدفاع عن هدول الأحداث، يعني توليت عدد من القضايا بالنسبة للأحداث. لكن في قضايا كانت الأبرز تتعلق ب بعض الظواهر طول مدة التوقيف. كان التوقيف هو الأساس مش الاستثناء. كان الإشي الأبرز كمان إنه هدول الأطفال في معظم الحالات ضحية ظروف أسرية كتير صعبة، ضحية انفصال أسري، تفكك أسري، ضحية ظروف اقتصادية كمان كتير صعبة. يعني يمكن المشكلة اللي عن جد كنت أنا أواجهها إني أنا إذا بدي أعمل وكالة بدي توقيع الأهل بما إنه هو قاصر، فصدقا كنت كتير أواجه صعوبة حتى فقط أحصل على توقيع الأب عن هذا الطفل. يعني كان يقول مش مشكلة، خليه محبوس، يعني مش مشكلة، أنا مش فاضي، أنا بشتغل. ويعني تقعد من أسبوع لشهر بين ما أنا أقدر أستحصل على توقيع. كان لنا قصة نجاح في أنه الأطفال اللي فوق 15 سنة أنه يقدر هم أن يوقعوا على الوكالة. تم الاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على الاعتراف بتوقيع هدول الأطفال، كون هذا الشيء بصب في مصلحتهم في النهاية، في مصلحة الطفل الفضلة. فالطفل فوق 15 سنة هو بيقدر يوقع على التوكيل وإحنا نمشي في إجراءات المحاكمة. فزي ما حكيت لك على أرض الواقع في انتهاكات كبيرة. قبل انتهاكات سوف أيضا نتناول جانب المتعلق ب المستوى السني أو العمري للعقوبات، سن المساءلة الجزائية. نعم. تقصد هنالك عقوبات مخففة طبعا، ولكن على أي أساس سنية يتم يعني سن المساءلة الجزائية المطبق حاليا المطبق حاليا في وما هي طبيعة العقوبات هذه؟ هو قانون الأحداث الأردني لعام 54. في مشروع قانون فلسطيني، لكن حتى الآن هو مسودة مشروع، يعني لم يطبق. نأمل أنه يعني يتم إقراره وتطبيقه. بالنسبة للعقوبات من سن 9 إلى 12 سنة، العقوبات يعني غالبا ما بيكون فيها توقيف. من سن 12 سنة إلى 18 سنة طبعا ممكن أنه يكون في توقيف، يعني بالنسبة للتوقيف الاحتجاز قبل المحاكمة. فيما بعد المحاكمة عادة الأحكام كمان بتختلف، من سن 12 ل 18 سنة ممكن كتير يكون في احتجاز، واحتجاز لعدد من السنوات. طبعا الاحتجاز ممكن انه يعني في دار رعايه للاحداث، دار رعايه واحده للذكور ودار رعايه واحده للاناث فقط في كل الضفه الغربيه. لكن ممكن الاحتجاز السابق لمرحله المحاكمه ممكن انه يتم في احدى نظرات الشرطه. حاليا يعني زي ما حكينا نحكي على المستوى العملي، انه في انتهاكات فيما يتعلق في التوقيف، في توقيف هذه الأحداث، في انتهاكات أحيانا فيما يتعلق في المحاكم المختصة. يعني حتى الآن ما في محكمة مختصة بالأحداث، ممكن يعني بتتم في المحاكم العادية الخاصة بالكبار، ممكن يتم بجلسات سرية ماشي، لكن هي ليست محكمة مختصة بالكبار، يعني بالأطفال عفوا.
فالطفل يعني بيجي على المحكمة، ممكن الجلسة صح هي مغلقة وسرية، ولكنها ليست، لكن كل الناس، كل الكبار من مجرمين، من ناس عاديين، رح يشوفوا هذا الطفل وهو داخل على المحكمة وبيستنى الجلسة وبينادوا على اسمه بشكل بس علني. بس كان طريف عندي وأنا أسمع عن عندكم عقوبة التوبيخ، التوبيخ فقط. اها، هلا التوبيخ يعني حاليا معمول فيها، لكن هي مش يعني هي مش نابعة من القانون، يعني صح الواقع العملي صعب، لكن في ممارسات لا بأس بها يعني عند بعض القضاة، يعني هي تعتمد على القاضي وتعتمد على وكيل النيابة إذا هو كان متخصص أو يعني ماخذ شوية دورات في مجال حقوق الطفل، وإذا كان هو يعني متعاطف مع الحدث ممكن انه هو يكتفي فقط بتوبيخ الحدث، لكن التوبيخ كعقوبه تم وضعها بشكل رسمي في مشروع قانون الاحداث الفلسطيني الفلسطيني هذا الذي لم يعتمد بعده. تناقما مع تجربتين، تجربه حمايه اللاجئين والعمل على حمايه الاطفال، ماذا عن التجربه الموريتانيه في هاتين النقطتين؟ لكن الحال ما يتعلق بالاطفال وما يتعلق بحماية الحقوق المتقدمة للعدالة بشكل عام، لهيئة الوطنية للمحامين سباقة إلى مؤازرة هؤلاء، وهنالك إشكالية مطروحة وهي من الخروقات أيضا نسجلها، تتعلق بعدم إصدار القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، لأن الإجسام المعوز الذي ليس له ما يقدمه للمحامي ويتم الزج به في العدالة، هنا هذه إشكالية، هو معوز والتعامل معه سيكون يعني العدالة مقفولة أمامه، يعني الهيئة الوطنية للمحامين أمام هذه الوضعية طالبت بسن قانون يتعلق بالحماية بالمساعدة القضائية، والقانون موجود والمرسوم المطبق الموجود والمقررات المتعلقة به موجودة، ولكنه لم يرى النور لحد الساعة. في انتظاري أن تطبق المساعدة القضائية كانت هناك مشاريع بالتعاون مع بعض الهيئات الدولية واستمرت مدة سنوات وكانت بديل للمؤازرة القضائية، وعلى أساسها يتم مؤازرة المتهم ويؤخذ محامي لمؤازرته، ولكن هذه المشاريع متوقفة الآن. الآن نحن نطالب بأن يعمل على فك إسر أقولها يعني القانون المتعلق بمساعدة القضايا حتى يرى النور، لأن هنالك الكثير من المسجنة الذين هم بحاجة إلى مؤازرة محام، وإذا لم يفرج عن قانون المساعدة القضائية فهؤلاء سيبقون بدون مساعدة، منهم أطفال، منهم أجانب، طبيعة الحال هنالك الكثير من الأجانب الذين يقبعون في السجون ويعني في حالة إهمال لقضاياهم، هم لأهلهم لا يوجد لهم أهالي هنا، وهم لا يستطيعون أخذ محامي، حالتهم المادية حالة بائسة وعليه، فالحل الوحيد هو أن يطبق قانون المساعدة القضائية، خاصة أنه قانون موجود والمرسوم المطبق الموجود والمقررات المتعلقة به موجودة، ونحن نجدد المطالبة بأن يصدر هذا القانون أن يتم تطبيقه. فقط كان لافتا في حديث الأستاذة منى هل التمييز الإيجابي لصالح الطفل وحماية حقوق الطفل الفردية وأيضا حقوقه الشخصية وحمايته حتى من التمييز، هنالك محاكمات شبه سرية، وأنا أرى أنه في موريتانيا انتهاك صارخ، هنالك أطفال يقبعون في السجون إلى جانب عتات الإجرام، وهنالك أطفال يفتقدون إلى مراكز التأهيل وهم في حالة نزاع مع القانون. هنا حسب علمي أن هنالك مركز في نواكشوط، مركز لتأهيل القاصرين وموجود في السبقة والميناء، وهنالك هيئات قضائية خاصة بالأطفال، هنالك قاضي تحقيق مختص بالأحداث، فالطفل الذي لم يبلغ بعده ليس بإمكانه أن يقدم أمام قاضي تحقيق من القضاة العاديين، هنالك قاضي خاص بالأطفال، وهنالك منظومة قانونية خاصة بالأطفال ينقصها الكثير، ولكنها موجودة، وهنالك مركز لرعاية الأطفال، يعني بقاء
السجين الطفل إلى جانب مجرم أو متهم آخر، هذا جريمة في حد ذاته. أنا أعتقد أن هنالك مركز خاص لحماية بتأهيل الأطفال وهو موجود. لست مطلعا بوضعية الأطفال داخله، ولكن مبدئيا هذا المركز موجود حالا، وهنالك هيئات قضائية أيضا يتم تقديم الأطفال أمامها. حسب علمي هنالك تمييز في الوقت الراهن ما بين الأطفال الجانحين المتهمين والمتهمين الآخرين البالغين. واضح. الحديث أيضا يعود بي إلى موضوع اللاجئين، لأن المواضيع كلها مترابطة، وحقوق الإنسان في مفهومه الشامل والعام هو وحدة كونية له نفس الخصائص وعليه أيضا نفس الارتباط. هناك حديث عن المتاجرة بالأشخاص في تونس، هل أشي بسر إلى المشاهدين؟ والله ما بعرف، أنا شخصيا يعني تفاجأت وكانت مفاجأة يعني مرعبة بالنسبة لي، رغم أني يعني في حياتي يعني في مهنتي يوميا يعني نكون مضطرة أني أتعامل مع مجرمين ومع أشخاص عاديين ومع قضايا مختلفة، لكن هالشي هاي بالذات يعني فاجأني، ما كنت أتصور أنه كانوا يعني فما خلايا وفما منظمات كاملة يعني تعمل على تهريب الأشخاص والمتاجرة بالأشخاص، وخاصة يعني كيف يعني نريد أن يعني ننير المشاهدين حتى لا يقع البعض فريسة لأي شبكة إجرامية من شأنها أيضا أن تزج به داخل أتون هذه العملية نتنا بطبيعة الحال. لنكون واضحين معنا منذ البداية أنه أغلبية ضحايا الاتجار بالبشر هن من النساء، يعني 80% يمكن أو 90% من هؤلاء يعني الضحايا هم من جنس الإناث، هم من النساء. الأعمار يعني الشريحة العمرية تتراوح بين يعني يمكن 18 سنة و 30 أو 35 سنة، يعني كلهم شابات يتم استقطابهم إلى تونس على أساس عقود عمل، ويقع التوجه خاصة إلى إفريقيا السبساريين، معناها دول جنوب الصحراء، صحراء وهو كذلك، وخاصة الدول اللي تكون معفاة من إجراءات الفيزا. يتم يعني بيان سور يعني فعلا يتم وعدهم وعود يعني على اساس اني تونس الحياة الرغدة والحياة الجميلة، وكأني تونس الخضراء، تونس الخضراء، وكأني تونس يعني تونس الفردوس كيما يعني نفس التصور اللي عندنا نحن التوانسة بالنسبة يمكن لأوروبا وأمريكا وبلدان الخليج مثلا. طبعا ولما يعني اول ما يوصلها يعني اول ما توصل البنات يعني على مطار تونس يتم يعني يستقبلهم شخص، يتم افتكاك احتجاز جواز السفر نتاعهم، يتم احتجاز وافتكاك كل الاموال، وتصبح يعني بلا ولا شيء، لا اوراق هويه ولا حول ولا قوه. يتم توجيههم ووضعهم في منازل على اساس انهم يكونوا معينات منزليه عاملات، وهذا يعني نوع جديد معناه من يعني من المتاجرة بالأشخاص ومن الاسترقاق ومن الاستعباد. هذا ما كنت يعني لوج على الكلمة الاسترقاق، يعني استرقاق يعني معصري، ويعملوا مدة 20 ساعة على التوالي، ويمكن حتى جرهم يعني الأشياء لا أخلاقية والعمل فيهم في ميادين لا أخلاقية، الدعارة مثلا وفي الاستغلال الجنسي وفي غيره. طبعا أكيد. هل هنالك قصص معينة أبرزت ملامح المؤلمة والمؤسفة لهذه الظاهرة في تونس؟ هل رصدت الصحافة التونسية مثلا؟ ما حد علمي ما رصدت الصحافة التونسية وما تحدث، لكن أنا شخصيا يعني تابعت قضية لفتاة هي أم لبنت عمرها 5 سنوات، يعني باعت كل ما تملك، وكانت هي صاحبة محل حلاقة في بلدها الأم، وباعت كل ما تملك على أساس يعني باعت حتى تشتري الحلم في تونس، حتى توفر يعني المال يعني لبنتها ولعائلتها في بلدها الأصلي. وبعدين لما جات على تونس وجدت نفسها يعني سجينة أشخاص، يعني سوء معاملة، اعتداءات من كل يعني بكل الأنواع، لفظية، جسدية إلى غير ذلك،
ويعني كان بشق الأنفس يعني، وتكاتفنا يعني أنا شخصيا ومع المنظمة اللي كنت أشتغل معها، هي منظمة فرنسا أرض اللجوء، ومع منظمات أخرى دولية مثل لويم اللي هي أورغانيزاسيون انترناسيونال دي ميغران، المنظمة الدولية للهجرة، ومع أيضا مع السلطة التونسية. يعني حتى قمنا بترحيلها من تونس ورجعها على بلدها الأم. وبعدين تكفلت يعني المنظمة الدولية للمهاجرين يعني بدعمها حتى تفتح مشروع في بلدها الأم. واضح واضح. ربما تكون هذه قصص دائما مؤلمة حين نستمع إلى السادة المحامين يتحدثون عن وقائع حقيقة دائما ما تكون لها بعد مأساوي، لأنهم يتحدثون هكذا بضمير شامل لكل المعنيين. الأستاذة منى العفو، لو تحدثنا عن تجربتك في المسابقة، ترافعتي وفزتي في المسابقة سابقا، وكان موضوعك يتعلق بظاهرة غريبة نريد أن المستمعين المشاهدين يستفيدوا من هذا. نعم، تجربتي الأولى بال 2011 كانت المرافعة حول عدد من الطفلات. هي كانت يعني ما بدي أسميها ظاهرة كظاهرة، لكن كانت مشكلة موجودة في مكان ما في الضفة الغربية لعدد من الطفلات اللي كانوا بيعانوا من إعاقة ذهنية على اختلاف درجاتها، طبعا من إعاقة ذهنية متوسطة لشديدة. كان هدول الطفلات بيتم أخذهم من قبل أهلهم طبعا وإجراء عمليات استئصال لأرحامهم. طبعا هذا الحكي كان غير قانوني، والمشكلة إنه انتبهت لها المؤسسة بناء على شكوى من وزارة الشؤون الاجتماعية. طبعا الحاجة استئصال الأرحام من أجل من بهدفين، يعني هو كان الهدف اللي كانوا الأهل يعني أنا قعدت مع والد طفلة وكان هو ضد إنه منع هاي العمليات، هو كان مع إجراء هاي العمليات وكانوا يحجزوا بالدور يعني انه حتى يعني يقدروا يسووا لهم اياها. هو سببين يعني، كان انه المحافظة على النظافة الشخصية، كون يعني هدول الطفلات يعني بدها انه ما بيقدروا انه يحافظوا على نظافتهم الشخصية، مع العلم انه في المفروض يعني دعم من وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير مرشد للأسرة وللطفلة حتى يعودهم على المهارات الحياتية اليومية. هذا سبب. السبب الجوهري الأكثر اللي هو كان الادعاء بحمايتهم من الاعتداءات الجنسية. لكن لو بس شوي هيك اطلعنا بنشوف انه وين الحماية. يعني انت ما بتحمي من الاعتداء الجنسي، انت مش رح تمنع حدا انه يعتدي على هاي الطفلة، انت فقط بتمنع حدوث حمل صح. حدوث الاثر لهاي العملية. الحمد لله بعد توجهنا لوزير الصحة قدرنا نحصل على قرار من وزارة الصحة، من وزير الصحة تحديدا، بتعميم منع وحظر إجراء مثل هاي العمليات. وهاي بفضل الله كانت قصة نجاح يعني لوقف هاي الانتهاكات بحق هدول الطفلات. وهاي اللي كانت في موضوع مرافعتي. ما شاء الله، يعني هذا موضوع مستجد وربما يكون غايب تماما عن الساحة المحلية، وهذا شبه مؤكد. مضى الوقت دون أن ندرك ذلك. إذا كانت عندكم كلمة تتعلق بالموضوع الذي تحدثنا عنه وتريد توجهها للمشاهدين فتتفضل أستاذ. شكرا. أولا وأخيرا أشكر مرة أخرى قناة الوطنية على الاستضافة، وطبيعة الحال توجه إلى كافة المشاركين في هذه المسابقة بتهنئة خاصة، وأتمنى الفوز للجميع وإن كانت الجوائز ثلاثة. وأعتبر أن الهيئة الوطنية للمحامين أنها قامت بتجربة فريدة ومهمة بالتعاون مع المركز الدولي لحقوق النساء والسلم بكان فرنسا، وبرعاية من السفارة الفرنسية ووزارة العدل بطبيعة الحال. ونتمنى أن تستمر هذه المسابقة وأن تكون لها أبعاد دولية، وأن يكون المشاركون
فيها أكثر وأكثر تنوع. وبالفعل هذه السنة كانت المشاركات من عدة جهات، هناك جهات غربية، هناك دول عربية، هناك دول إفريقية، ونعتبر أن النسخة القادمة بحول الله ستكون أفضل وستكون هنالك تجربة رائدة في هذا المجال. واضح. أستاذ بشرى، إذا كانت عندك حديث لمشاهديك في موريتانيا فنحن يسر مسرورنا بذلك. أنا نشكركم على الاستضافة الجميلة، وأنا يعني أعجبتني موريتانيا كثير والله، وعجبوني ناس الموريتانيين يعني والله يعني ياسر بشوشين والحمد لله. وأنا شرفني يعني حضوري بهالمسابقة وإني أرفع ومثل يعني بلدي، وإن شاء الله يا رب يتمنى التوفيق لجميع المشاركين، والغلبة إن شاء الله تكون الأفضل. ويعني أختم بكلمة يقول من الحديث نبوي استغفر الله نسيته، يقول من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. يعني في الأخير يعني العبرة بالمشاركة، العبرة في أن تفوز المرأة، وهذا هذا رهاني شخصيا. إن شاء الله، إن شاء أعتقد الله أن المرأة في هذه المسابقة تجاهد وتمييز إيجابي. الأستاذة منى أيضا للحديث، يسرنا كثيرا حديثك في هذا البلاتو عن المرأة في فلسطين وما تكابده في ظل الاحتلال وفي غيره، إذا كنت تريدين الختام بهذا الموضوع. يعني أول شيء أنا كمان كثير سعيدة بمشاركتي هون في المسابقة، يعني هذا شرف لإلي وإضافة وتجربة كثير حلوة، وأنا حقيقة حبيت موريتانيا حقيقة عمي. حسيت إنه يعني الناس هون عن جد كثير حبابين، كثير كثير هيك بشوشين. بالنسبة لل يعني للمرأة الفلسطينية، نختم الحديث إنه يعني في السنوات خلينا نقول السبع الأخيرة يعني في حضور كتير فعال وإيجابي للمرأة الفلسطينية على كافة الأصعدة، سواء القانونية كقاضية، كعضو نيابة عامة، كقاضية شرعية أيضا. كان في عنا أول قاضية شرعية، الأستاذ خلود الفقيه، كانت يعني من أول قضية شرعية بفلسطين، يمكن ست سبع سنين. لا هي بنت دفعتي، من زميلتي. كانت أول قضية شرعية، لكن كقضاء عاديين يعني في عنا عدد لا بأس به من القضيات، في عنا عدد لا بأس به من المحاميات، في توجه كتير كبير لدراسة وممارسة مهنة المحاماة من قبل الفتيات الفلسطينيات. المرأة بشكل عام الفلسطينية يعني عم تتجه لتطوير نفسها وبناء مجتمعها بشكل كتير إيجابي في السنوات الأخيرة. يعطيكم العافية. مشاهدي الكرام، تحدثت الليلة حول موضوع المحاماة وما تجره تلك المهنة من أيضا اهتمامات تتعلق بالإنسان وبكرامته وبعرضه، وأيضا بحمايته من الانتهاك والتعسف وغيره من سوء المعاملة أيا كان. انتهزت فرصة تواجد المشاركين في مسابقة المرافعات الدولية في نواكشوط لأستضيفهم للحديث لكم حول مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت معي الليلة الأستاذة منى بوسنينة، وهي من هيئة المحامين بالقدس، وكذلك الأستاذة بشرى كوش من هيئة المحامين التونسية، اللتان قررتا حضور حلقة الليلة رغم تأخر الوقت وأيضا رغم ضيق وقتهما، فلهما كامل الشكر على المشاركة. وأهلا وسهلا بكم في موريتانيا، وأتمنى لكم الفوز المستحق في المسابقة. كان معي كذلك الأستاذ محمد السفاح، محمد ولد السفاح، وهو عضو في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، فلكم أيضا الشكر. تناولنا الموضوع خلال الفترة الماضية من هذه الحلقة بالذات، وذلك بفضل الطاقم المميز لبرنامج حوار نواكشوط الذي يسهر دائما على إعداد المواضيع وعلى تأمين ظهورها للمشاهدين وراء الكاميرا الولي،
وفي الإرسال برتون كامدام وسلام، وأيضا هنالك لمسات في أجهزة الصوت للكوري أستاذ أحمد الكوري، وأيضا في الإضاءة علي الشيخ. ويسرني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى مخرج البرنامج الذي عودنا على السهر من أجل راحتكم في المشاهدة الأستاذ راسين وان. في نهاية حلقة الليلة أتوجه إليكم بالشكر وإلى حلقة قادمة تتعلق بموضوع آخر مستجد على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية. يعطيكم العافية.